مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام القادمة، والطقس بشكل عام راح يكون حار في الأغوار والعقبة، أيضا حار نسبي إلى حار في بقية المناطق، لكن الليالي هذه الليلة والليلة القادمة بيكون إلى حد ما أجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر المهنية للاستثمارات. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ أن المملكة ستتأثر خلال الأيام القليلة القادمة بكتلة هوائية حارة نسبيا قادمة عبر الجزيرة العربية باتجاه المملكة. هذا اللون الأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى والكتلة الهوائية الحارة التي ستؤثر على المملكة وتؤدي إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء صيفية معتدلة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 21 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة نتوقع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح الأجواء يوم غد الأربعاء أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا. الحرارة العظمى في عمان بحدود 33 إلى 34 درجة مئوي، والصغرى بتكون 22 درجة مئوي. يوم الخميس ارتفاع واضح على درجات الحرارة، أجواء حارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية. العظمى المتوقعة يوم الخميس 35-36، بينما الصغرى المتوقعة بحدود 23 درجة، أيضا الصغرى أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية على الأقل. الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة، ودرجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، والعظمى المتوقعة بحدود 36 درجة مئوي. والأجواء أثناء الليل ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا، والصغرى المتوقعة يوم الجمعة بحدود 24 درجة مئوي. أما الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة والمدن المختلفة من المملكة، في المناطق الشمالية أجواء حارة نسبيا، إربد 34-22، عجلون 33-20، جرش حارة نسبيا 35-22، والمفرق 35-21 درجة مئوي. والمنطقة الوسطى وعمان أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا، البلقاء 32-22، مأدبة 31-22، البحر الميت أجواء حارة، والحرارة العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوي. عمان بحدود 33 درجة، 31 إلى 33 العظمى، والصغرى بحدود 22 درجة. الزرقاء أجواء حارة نسبيا 35 إلى 21 درجة مئوي. المرتفعات الجنوبية والمناطق الجنوبية أيضا أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا، الكرك 32-22، الطفيلة 30-21، الشراه 29-19، العقبة أجواء حارة 41 إلى 30 درجة مئوي، ومعان أجواء حارة نسبيا 34 إلى 22 درجة مئوي. المنطقة الشرقية أجواء حارة، والأزرق 39 العظمى والصغرى 24، الصفاوي العظمى 39 والصغرى 24، الرويشد العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوي. مشاهدينا نتمنى الجميع أوقات سعيدة وشكرا لمتابعتكم. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.